ماك الصح برامولي دارك تسير الصح ربيش عمي ترامولي دارك الصح مات لا تسير الصح تسير سرعت على يوسف سير ربيش عمي رقمي وفرح يوسف يوسف مات كيف دارك نارد أبرو عليك طلعت على ديوم سير أول غديشي أول منو أنا تعرف المرة تحرر ليها تعرف يا ست عشان تعرف لهاد المرة شيء كان منكم معاك انا ما عرفتش كان من في هذا في قلبي شي حاجه لداخل ما قديتش نقولها سميره كاش بقات ثاني الحنانه يا اللولا والحياه كتجيني بحال شي مره خويا دايره الفولات واللي طعمه في الدنيا صاحبي يديها كلها صباح الخير الوالد انا غادي نخدم دابا صباح الخير وليدي واجب تفطرها وسير تخدم راك عارفه فواد شي تسنى في وعارفه مولا حالتي في شويه نقي الله ما خليني نمشي غادي تسنى فيا دابا المهم انا خليت لك الراحه الوالد اي صافي وليدي الله يرضي عليك بس الله يسهل لك لا تا ولا فوق وفين فواد قرب شي خويا ولا لا أنا حد الدار شكش حاجة نجد فرصة تشيني خلي نشيني جنع سوا صاحبي ديما ما عاد فرق الوالد كار نزي الناس أنا كيف بغن ترول أكسر هاني يوم تسمع شي بزيان فؤاد خويا انا غادي نمشي مدرسة راك عارف خويا الطب خويا من صغر وانا كنحلم دير بالك على المحا صافي تهلا ليا في الرويس الله يسهلك يا شيخ ويسهل الجميع بياسة رجع شنقة خويا بصحة وراحة خويا الله يعطيك الله يحفظك طلع نسولك اخويا كيفاش الدار نبغي نتشقر كان ليش اخويا اش اللي كانت شي حاجه اخويا صافي انا غنشد الباسبور ديالك وانا داك النمره وجع دير القهوه فاش مزاو الله يحفظك بقات شي بينات الله يحفظك كاع الدراري مشاو صافي كلشي مشى خاص الله يحفظك خويا بصحه وراحه الله يحفظك خويا دابا خويا الله يحفظك كير هاني بخير الله يحفظك طلع طلع شي الباسبور بعدا موجود اخويا صار امرني نسعد خير اخويا الله يحفظك اشير تلا هاني الله يحفظك اشير هاني بيناتناش الله يحفظك صاب هلا عرف راسك للهي صافي الله يحفظك خويا الله يحفظك هاني مرحبا شكرا الله يحفظك شكيت اللفة صاحبي عطيت غادي بالحويج انا اصلا وغادي لاصق نصيبك احلى صاحبي شكيت هذا باش نقول ليوسف ما نقولهاش ليه حاجة هي الحاجة مستورة كقياسي بربي الصحاب كان فيه منفع كراهم مش يفوه الفيزا كاينة كل شي كاين ما غادي ندير وريقها البيت الطيارة الله اعلم شي كبيرة الله 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 يسر ايوا وليدي كدير مع شي قراية فاهم مزيان الوالد هداك تبع تامر تقرايتك اوليدي لا ما تخافيش انا مفرق الوقت ديالي وكل حاجه والبلاصه كاع ايوا الله يسهلك اوليدي عارف انا من صغري باغي نولي طبيب عارف هذه الامنيه ديالي وبغيت نوصل لها ايوا رجع ربي يسهلك ويسهلك اوليدي امين امي انا دعويك ومالي واقفين معاك ايوا الحمد لله الله يرضي عليك اوليدي راك مرضي حتى فؤاد معاوني فهمتيني كنبغيش نقرا معاوني مزيان ايوا راك مصغر راكم كاملين بحال الخوش راه خويا هذا اي والله يرضي عليك تهلا فيها وليدي ووري عقله انا مش عدو دار بالنسبه سير عدو سلم عليها وليدي يلا الله يعاونك الوالد وجوج تغداو بجوج صافي انا مولاي يلا الله يعاونك وليدي الله يعاون يلا يسهل لك
يا ربي دي لي شي ولدي الشاوي ديال الخير يا ربي. هاي 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 فات العذاب من غيرها هي ها شوفوا ما صرالي درت النية وغدرت بيها راني أمنتك توت ما في وانتي يا حياة جرحتي قلبي وكويتيني ميتينكيها شكون كان سبب فات العذاب من غيرها هي ها شوفوا ما صرالي درت النية وغدرت بيها راني أمنتك جود ما بي وانتي يا حيا جرحتي قلبي وكويتيني ميتك يا الله يهلا بخير اخويا الله يحفظك ويسول فيك الخير خويا السي الله يحفظك اخويا واحد فؤاد فين شاد اش غادي نقول لك اخويا فؤاد اخويا مني مشى عند دار جدي اخويا ما بقات عليه حتى شي اخبار كنصوني ليه ما كيجاوبش انا اخويا دابا لقيتيني كنفكر فيه والله مشطون عليه اخويا ديال بصح والله لا لا هذاك راه خايف صغير هذاك ماشي صاحبي كاين اللي جدي والو راه فؤاد راه في اوروبا ما تشيش تما خدام ريسك على راسه اش تقولها اول عمي تسمى اوروبا هو راه في كازا تقول لي اوروبا تا شبط في الطير ولا مالك تا تلاقيت معاه انا غادي هز بايفر جده مريضه تا تخربق عليه اوروبا ولا الزعرات ما تيقشيني تا فؤاد فينا هاد صافي والله الا في اوروبا والله ولكن انا ما قال لي والو انا ما فهمت حتى شي حاجه والله والله خويا الا فرحتيني بالله لقيتيني كنفكر فيه والله هادي احسن اخبار خويا كنسمع اليوم والله العظيم الصوره بغيتك تصيفط عليا خويا بغا نوريها للوالده الله يحفظك خويا الحمد لله خويا الله يحفظك خويا الله يفرحك خويا مني فرحتيني في هذا النهار هذا وما عمرك قلتي لي اللي قلت لي شرطه ما مشيتش ورات انا ما فراتيش انا على بالي راه كاين عند جده ولكن هادشي رجع عندي السيد اللي شاف لي الكونطرا راه قال لي قبيله والله الا فرحت بالله راه مش مخبل عندك ايوا لا وليدك تما مصر ما عرفتيش علاش شوفي تصبر الله على وليدي الله الله شكي ولا انا وقصيت ويا جامي ضنيت الدنيا قدرها هي سفريت بزاف
كمال يوسف خويا كل شيء مزيان الله يحفظك ليا مولاي الله يحفظك تعاود الوالده الله يلك شي بخير الله يحفظك الله يكبر ليك خويا ما تلاقيش ماشي لك فواد صاحبي راك بلا حد الشقفه مليحه اش تقول فواد زعما ساجي من الغربه سادير بروجي وروينك اهلا الله يجي ربي سالي والله انا فرحت ليا بالله وانا ما فراسي والو انا اخر من يعلم في الدرب ما تلاقيش ما بالله دابا شويه اخويا فرحتينا اخويا الله يفرحك الله يسهل عليا اخويا والله نمشي نقول شوف الوالده غنفرحها زي وغادي نمشي نشوفو سوا سير الله يشرف الله يحفظك ليا الله يكفر بيك شكرا اني الله يحفظك ليا الوالده الوالده فين وليدي انا هنايا اش تدير انا جالسه الله عندك واحد الخبر زوين اشنو وليدي فؤاد زع الله على وليدي الله رضي عليه إلا تلاقيت مع كمال دابا قال لي رجع ردا شي بروجي وانت الطوموبيله والبروجي وهادي ايوا حتى وليدي هادي هي الفرصه علاش هاد الفرصه كان بالغربه ولا بدا ما يكون جايب معاه ولا بدا يسلفك واخا دا غير عيد علي ديالك وخدم بيه من بعد رجع لي بشويه بشويه ياك خوك اخويا ولكن انت عارف هاد القضيه انا باغي لي غير الخير بغيتو غير يكون بخير وعلى الخير انا اللي جاب الله مرحبا به ما فيها باس ما فيها باس انا دابا غادي نمشي نشوفو رانا عندو ليا فين ياك غنسلم عليه نشوفو كي داير ونجيبو اليوم يتعشى نشوفو غنجيبو اليوم غيتعشى معانا ان شاء الله يصافي يلاه الله يعاونك انا غندير حسابه وليدي صافي دير حسابك والله رضي عليكم يا سبحان الله العيل هذا والله رضي عليه وليدي والله ودي دير بحسابه الله السلام عليكم خواتم السلام خويا بغيت نسولك على الباترون ديالكم فؤاد شكون انت كتسولني قول لي صاحبك الناس صبر هاد الدقيقه واخا مرحبا خويا استطيعت الامانه قال لك اسمح لي ما نساليش قال لك بغيت ندوز تخدم في الكوزينه هو اللي قال لك هاد الهضره هو اللي هي الهضره خويا واش انت قول لي جوج كلمات قول لي الناس الاولين ما كذبوش من اللي قالوا الصحبه والرجله ما كتباع ما كتشرى باش من صحبه ما شي مشكل حتى شي مالك تجي بحال مشيت ليا وليدي لا ما كاين والو ياك انت بخير الحمد لله كيفاش بغات السينيا وليدي واش مسال عمك مالوش بغا راجع عندك بالنهار اجا كي درات واه وليدي غفر رحيم ديك الشيء بغا من قبل كان داير معايا شي حوايج ليلى هاي الله ودابا تلاته معايا بحال واه ما عرفت مريض راجع عندي قال لك راه هذاك الشيء هو ديالك من خلال بويك راه نعطيك سلامة واه وليدي غفور رحيم من الله غفور رحيم شافك معاك ودابا غدا رجلي برجلك غنمشيو نبيعو البلاد وداك الشيء اللي جايب لينا غنعطيلك وسير جيبي العيال ديالك وغاش خدم وهاديك الساعة الله يسرك اوليدي واخا ان شاء الله كون خير شتي ما فرحتيش وليدي لا والو اش وليت ليا عييت بزاف يا صافي الحمد لله الحمد لله وليدي دابا تصبرتي وربي كيفيقك ان شاء الله الحمد لله ما نسيتي ديما معايا داك الولد هذاك الشيء اللي كان الله يرضى عليك وليدي انا غنمشي نتكا شويه
الحمد لله على سلامتك اودي. فيني انا؟ اش بقى لي؟ تزعف معنا في كلينيك وما عندكش ما يشغل، تجاوز السن الحراري ديال الخاطر. درت واحد الاكسيدون وجابوك فيه. على سلامتك. ولكن ما بغيتش نقولك الاكسيدون اللي هذا. عندك واحد المشكل بزاف. وغادي واحد العملية وغادي نجي ان شاء الله. العملية غتنجح 100%. شنو هو المشكل هذاك الشهر؟ ولدي عندك واحد التعب في العمل في الخاطر. تفضل. السلام عليكم. كي داير دكتور؟ بخير. بخير. كلشي مزيان. صحة لاباس عليك كلشي مزيان هاني تفضل. شكرا. يا الله. سي يوسف كلشي مزيان؟ لاباس الحمد لله. كيداير الأمور؟ الحمد لله. مرحبا بك عندنا. شكرا ربي يخليك. الطبيب راه كيبغي شوية الصبر كيعرف الأرواح ديال الناس. بطبيعة الحال. ايوا كلشي راه باين من يديك سي يوسف. عندي واحد الدوسي ديال واحد الدري بغيت نكلفك. تقدر تعطيني الدوسي؟ مرحبا. دكتور متأكد هذا هو المريض؟ هو هذا المريض. واش دغوا فات العمليه؟ عارف شنو كتقول سي؟ عارف اش كندير دابا ما عندناش الوقت. سير دكتور. كل ما كان ما عم تخمن في هذا.
شافت العذاب من غيرها هي ها. شوفوا ما صرالي درت النية وغدرت بيها. راني أمنتك توت ما في وتي حيها. جرحتي قلبي وكويتيني ميتينكيها. شكون كان سبب فهاد العذاب من غيرها هي ها. شوفوا ما صرالي درت النية وغدرت بيها. راني أمنتك توت ما في